ذكر الله عز وجل من هي التوبة المقبولة. التوبة المقبولة هي التوبة أولا التي يتبعها الإنابة مباشرة. يقول الله تعالى إنما التوبة على الله، إنما أسلوب شرط وحصر، أي هذه التوبة المقبولة وغيرها غير مقبول. مثل ما تقول إنما المؤمنون إخوة، أي كل مؤمن أخ. ومثل ما تقول إنما الأعمال بالنيات، الحديث، أي كل عمل ليس فيه نية فهو غير صحيح. فهذا حصر من أدوات الحصر. إنما التوبة أي محصورة قصرا وحصرا عليهم ليس لغيره، على الله. شوف جعلها على الله، أي الله متكفل بها، وليس على الله واجب، ولكن الله ألزم نفسه، وليس على الله شيء لازم، تعالى الله، لكن جعلها حقا لكل من أذنب يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الجهالة معناها الخطأ، عدم العمد، عدم الإصرار، عدم الاستمرار، كلها تدخل في الجهالة. ولذلك أثر عن عبد الله بن عباس أنه قال كل ذنب أتبع بالتوبة فصاحبه لم يصر. المصر هو الذي لا يتبعه بالتوبة، هو الذي يستهتر فيه، هو الذي يستمر فيه. يعني حتى لا يقال إن مثلا أن يقول متعمد عملت ذنب غير جهالة، يعني بعلم. الآية أشمل من هذا، الجهالة هنا أشمل من هذا، تشمل الجهالة عدم معرفة الذنب، تشمل الجهالة عدم التعمد، تشمل الجهالة عدم الاستمرار، تدخل كل هذه المعاني فيها. ثم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لم يواصلوا الذنب، تابوا إلى الله مباشرة. فيا أخي جعل الله لك بابا، إن أذنبت أتبعه دائما بالاستغفار والتوبة، لكن تكون التوبة صادقة ليس مجرد لقلقة باللسان. قبل أن تنام استغفر الله عز وجل، في كل لحظة خرجت إلى سفر إلى مكان استغفر الله، ما تدري هل ترجع أو لا ترجع، هل تقبض روحك في أي لحظة. لا تجلس على الذنب أيها الشاب، مهما خلوت بالمعصية لا تجعل المعصية تغادر باب الغرفة، أو لا تخرج من باب الغرفة حتى تتبعها من الحسن. اتبعها بالتوبة، اغسلها في مكانها، اقتلها في مكانها، أمحها في مكانها. الصنف الثاني لا، بعكسه، وليست التوبة مستحيل تقبل منهم، للذين يعملون السيئات سيئة وراء سيئة، لا توبة لا استغفار، استمرار في المعاصي، سيئات، أي لا يتوبون ولا يرجعون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، معنى ذلك أنه ما فكر في التوبة طول حياته، عند غرغرة يريد أن يتوب لا يقبل منه. من التائب؟ أنت أم الله؟ التوبة يا إخواني توفيق من الله، فإن الله لو ختم على قلب إنسان وأراد أن يتوب لا يستطيع. كثرة الذنوب والاستهتار بها توصل بالإنسان أحياناً حتى لو دعي إلى التوبة لا يستطيع. وكم رأيتم وسمعتم عند الموت أناس يعني يقال لهم قل لا إله إلا الله، قال ما تنفع له، خلاص أشوف النار قدام. سمعنا هذا، سمعتم هذا، وحدثنا بهذا، ليس في الغابرين بل في الحاضرين، خلاص طبع على القلب، يحال بينه وبين التوبة. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. رابع العدوية امرأة صالحة في البصرة، وهي زاهدة عابدة وعالمة كذلك من الصالحات المرضيات، كان الناس يسألونها في أمر العبادة في أمر الطاعة. فجاء رجل يسألها يوما فقال لها يا رابعة هل أتوب أولا ثم يتوب الله علي؟ هذا هو المتصور، أنك تتوب ثم يتوب الله عليك. فقالت له يا غافل ألم تقرأ قول الله ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ واللام هذه للتعليم، اللام للتعليم، أي تاب الله عليهم لتتيسر توبته. فلو أن الله لم يتوب عليهم لم يتوب. فإذا أنت
عندما تتوب أن يوفق الله للتوبة، فمعنى أن الله يتوب عليك، أي أن الله قبل توبتك قبل أن تتوب، لأنه وفقك للتوبة. فما يجلس واحد يقول أنا خلاص ما يقبل مني شيء وكذا وكذا وكذا، ما دام وفقت للتوبة والاستغفار فاعلم بأن الله قبل توبتك. فإذا حتى التوفيق للتوبة نعمة ينبغي أن تشكرها. فكم من أناس لا يوفقون للتوبة، يصرون على المعاصي، يدمنون المعاصي ولا يرجعون. هناك الصغائر والكبائر، أما الصغائر فإنها تغفر يا إخواني، تغفر ولو لم يستغفر منها الإنسان. الكبائر لا بد فيها من التوبة، لا يكفي أن تصلي وأن تصوم، ما تكفر تلقائيا، لا بد فيها من صدق التوبة. واحد مصر على أكل أموال الناس، مصر على أكل الربا، مصر على الموبقات، لا بد أن يجدد توبة، يحدد توبة. كل الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. ما هي الصغائر؟ بعض العلماء يقول الصغائر غير معروفة، الصغائر لو عرفت الناس سينهمكون فيها. قال الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم ما خف من المعاصي. لكن بعض العلماء قال لا تذكر، وبعضهم قال ضرب لها أمثلة مثل الضحك الزائد، واحد يكركر طول الوقت ليه يكركر؟ صح أنه ما باطل لو كان هذا الضحك في غيبة ونميمة، طبعا هذا كبير، لكن لو كان يضحك وايد يضحك وايد يضحك وايد يضحك، هذه من الصغائر، فإذا أدت إلى موت القلب صارت من الكبائر. كذلك النظرة الأولى، لو ماشي في الطريق ولا سمح الله ورأيت شيء لا يرضي الله عز وجل رضيت بصرك، النظرة الأولى من الصغائر. فلو أعدت النظر الثانية، الثانية من الكبائر. وقد فصل في هذا الشيخ العلامة أبو مسلم ناصر بن نعديم رحمه الله في كتابه العقيدة الوهبية، فصل هذا الدقائق وذكر أكثر يمكن من 20 أو 30 صنف من أصنافها. خطرة تخطر على القلب أحيانا الإنسان يسيء الظن بإخوانه بس ما يعمل أي شيء، مجرد سوء ظن صغيرة، لكن لو بدأ يفكر فيها ويحققها تصير كبيرة، تنتقل إلى كبيرة مباشرة. هذه الصغائر تغسل بالطاعات، لكن الكبائر لا تغسل إلا بالتوبة الصالحة. السعي إلى المعصية معصية، حقيقة سماحة الشيخ له تفصيل جميل جدا في أن الإنسان إذا كان لم يرتكب المعصية وإنما يفكر أو يخطط للمعصية، متى تحسب عليه معصية ومتى لا تحسب؟ إذا كان مجرد خاطر خطر على إنسان أن يعصي الله بأي معصية من المعاصي، شرب الخمر، أكل الربا، سرقة إنسان، فعل الفاحشة، مجرد تفكير واستغفر الله مباشرة، هذا لا تكتب عليه. لكن إذا فكر في المعصية وبدأ يخطط، الليل الرمسة بدأ يتصل بزملائه يحدد الموقع، يمشون يسكرون مثلا في مكان معين، يسكر في السيح مثلا، حدد موقع معين، خطط يعني اتصل بزملائه سوى لهم رسائل، لكن سبحان الله هو طالع جاء خبر أن أبوه توفى أو صار لظرف طارئ ورجع. سماحة الشيخ يقول بما أن فعل هذا ارتكب الكبيرة، لأنه خطط حاله، دخل في التخطيط، لأن معنى النية ثم التخطيط في العمل ثم تنفيذ العمل، فإذا دخلت في تنفيذ العمل أنت دخلت في الكبيرة. صحيح أنك لو لم تفعل، لو فعلتها يكون إصرك وذنبك أكثر، لكن حتى لو أنت تمشي في المعصية أيضا أنت دخلت في الكبيرة، ذنبك أقل صحيح ليس كمن وقع فيها. فالتخطيط لهذه المعصية والشروع فيها ولو جالس مكانه فقط يشرع فيها، يخطط كيف بينفذها ويستطيل فيها، انتبهوا، هذا أمر خطير جدا. كم من أناس تأتي المعصية ويتلذذ بها ويجلس يفكر فيها وكيف بتتم وكيف بيحصل هذا الأمر وفي أي لحظة وفي أي ساعة، ويبدأ هذا دخول الآن في الكبيرة، خلاص وقع في الكبيرة. هذا أكد عليها سماحة الشيخ وقال بأنه وجدها للإمام الغزالي أظن في إحياء علوم الدين أو في شيء من كتب، وقال هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتنبه له.